بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد المجني عليه محمد جمال سعد. محمد كان ابني، كان ابني الكبير، وكان العائل للأسرة، وكان إنسان محترم على درجة من الأخلاق، يعني محدش يتصورها. طيبين عين المظلوم وبيقف جنبه، والناس ديت غارت من ابني لأنهم ناس يعني بياكلوا ببلاش والفلوس متوفرة لديهم يعني بدرجة كبيرة، ويعني هم كانوا أهليهم في المناصب بتاعتهم أو الوظائف بتاعتهم بيوفروا لهم فلوس بالأساليب تاني، بأساليب ملتوية بالرشاوي والمحسوبية وكده، وبيتاجروا في العملة وحاجات كتير، جرائم كتيرة ارتكبوها في البلد، لدرجة إن هم جلبوا المخدرات وأفسدوا شباب كتير من البلد، وكان عايزين إن هم يفرضوا سيطرة على ابني، لكن ابني رفض صحبتهم وسيطرتهم عليه، وإن ابني في جميع المواقف إن هو بيتصرف راجل، يعني كان بيقف بيساعد اللي بيحصلوا عليه حاجة بيؤديها له، وإن هو راح ضحية الغدر بتاعتهم. لأن هما كانوا كذا مرة يحفروا له طريقه ويتربصوا له في أمام المسجد، وأثناء ما هما بيزولوا شرب المخدرات بتاعتهم مع أصحابهم، فهو ما كانش بيخافهم، كان شجاع، وكان بيقف ضدهم في مواقف كتيرة، ضد لأن هما كانوا بيظلموا ناس كتير، وإن هما اعترضوه كذا مرة. والمرة الأخرانية كان هو جاي من شغله هو وأخوه وابن عمه، والشخص دي ابن الناس دي اعترضهم ومش وراهم، بيقول له ارجع يا ابني، احنا مش شكلكم، احنا مش زيكم، احنا مش بنعمل بتوع مشاكل. قال له لأ، انت خايف مني، انزل لي. فنزل من التريسيكل اللي هو راكبه، نزل واخوه نزل برضه، قال له يا ابني يلا روح، مش عايزين نعمل مشاكل معاكم. قال له لا، اغلى من فعلكم اركبوه، وانا هضربكم واجيب لعمامي يضربوكم ويجزلوكم وكده. فراح ضربه كفين، فبعدين الناس فضوهم وكده، وانفضت المشكله في اليوم ده، اليوم اللي هو قبل الحادثه. فعم الولد دي وابوه اتصلوا مع اخويا وقالوا له تعالى البيت عشان ايه، ان احنا نفض المشكله. فراح هو وابن اختي، فراحوا هناك حاول برضه، بيقولوا له هات الوقت هنا عشان ايه نضربه الكفين، عشان احنا ايه المشكله كده تبقى محلول. فاخويا قال له لا، انا هجيب ابني تضربوه ليه هنا. فتاني يوم برضه اتصل قال له، مشي معاه عم الشخص ده اللي كان بيتخانق مع ابني، قال له طب تعالوا في مكان تاني غير البيت بتاعنا، البيت التاني اللي هو بره دي بره، عشان نفض المشكلة ونجيب ابن اخوك بس، من غير اي حاجة ومن غير اخواته ومن غير قرايب ولا اي حاجة. سعيد عبد السلام السنباوي، عم الولد. فقال له تعالى عشان نفض المشكلة، وتيجي في البيت اللي بره دي عشان نفض المشكلة، وتجيب ابن اخوك بس من غير حاجة. واتصل عليه في اليوم ده اكثر من مره، واخويا قال لي، قلت له لا، احنا ما بنروحش عند الناس ديت عشان ما همش ناس ما لهمش عهد ولا امانه، لان احنا كان ما بيعملوا عاملين كذا مشكله مع كذا واحد، وقاتلين كذا شاب زي ابني كده في البلد، بس ما فيش حد بيقدر يبلغ ولا حد بيقدر يعمل اي حاجه، وضربين كذا واحد يعني برضه، ودايسين على رجل امرأة برضو بالعربية بتاعتهم وكده وحاجات. فاحنا برضو بعد ما اخويا برضو قلت له طب ناخد حد غريب او كده يحضر القعدة، ولا حد من قرايبنا ولا كده. قال لا، ده انا ضامنهم، ده انا مش عارف ايه، ده انا ده حليف لي، ده اللي وحياته وكذا، وحاسب بالطلاق، حاسب بالطلاق، ان ما فيش اي حاجة هتجرى، ان هم هيبصوا وهيحبوا على روز بعضهم وخلاص. قلت له برضه انا مش هسيب لك ابني، انا خايف على ابني هيعملوا فيه هيغدروا به. وبرضه اللي انا حسبته لقيته ان هم استدرجوهم في البيت ده هوت، ولما راحوا هناك لقوا هناك ناس تانية يا دوب بس بيعملوا، بيدخلوا من الباب وهم
بيقولوا الفاتحة إن إحنا نتصافى، بس لقوا ناس موجودة في البيت بالشواطير، فأخويا قال صرخ بأعلى صوته وقال خيانة خيانة، انهضني يا ابني. كان أحمد ابن أخويا برضه واقف بره جه جاري، فلقاهم إن هما نزلوا عليهم بالشواطير، ومجموعة تانية جاية برضه من خارج البيت، والناس كانت خايفة تقرب للتحوش أو كده، لأن كان في ناس برضه بالسلاح واقفين في نفس الواقع على باب الشارع بيحوشوا اللي جاي واللي كده. فأنا عملت ابني لقيته سايح في دمه خالص، ومضروب كذا ضربة بالشاطور، وأخويا مضروب، وابن أخويا برضه مضروب، وابن التاني برضه ضاربينه على دراعه معجزينه برضه في دراعه. فكانت خيانة بصراحة يعني، بعد ما احنا رحنا مسلمين من غير ما ناخد أي استعداد ولا أي حاجة، ورايحين من غير أي سلاح ولا أي حاجة، بصينا لقينا الخيانة موجودة. والناس ديت احنا بنطالب المسؤولين يعني إن يوقع عليهم أقصى العقوبة، أقصى عقوبة الشن، عشان ما يكرروش الحادث ده، لأن لو تركتمهم من غير عقاب برضه هيطلعوا يكرروا الحادث ده هو. وأنا يعني واثق في المسؤولين إن هم هيحققوا رغبتنا ويبردوا نارنا، بإنهم يعاقبوا الناس ديت عشان ما يرتكبوش الحادث مع ناس تانية كتير، لأنهم أفسدوا في البلد كتير، والبلد بتاعتنا كانت آمنة خالص ما فيهاش أي مشاكل. روعوا البلد وخوفوا الشباب وخدروهم وعملوا يعني وأدمنوهم، ناس كتير أدمنوا على أيديهم يعني. فإحنا عايزين نطهر البلد من الناس دي، عشان ونبرد نارنا برضه في نفس الوقت، عشان إحنا مولعين من جوه بصراحة يعني، عشان ابننا الشهيد اللي كان هو كان الأمل بتاعنا وفرحة عينينا، وكان بصراحة هو كان أبويا مش أنا اللي أبوه، وكان أخ وكل حاجة يعني ليا وسند ليا في الحياة. كنت مركون عليه بصراحة يعني، كنت حاسس براحة جامدة إن ابني موجود. دلوقتي أنا فقدت ابني، أنا دلوقتي فقدت ابني، بس بحتسب عند ربنا من الشهداء، لأنه ماتت الغدر والخيانة بتاع الناس ديت، لأنهم ما همش عهد ولا أمان. فأنا بناشد كل واحد إن هو يسامح ابني ويدعو له بالرحمة والمغفرة، ويكون في أعلى الدرجات في الجنة يا رب. فأنا مش ح... أنا مش حزين عليه، لأنه مات راجل، وإنه مات شجاع، وإن هو وفى بالعهد، بس هم غدروا به. فأنا برضو بقرر برضو وأقول أنا عايز حق ابني، عشان الناس ديت لها وصاية جامدة، وبرضه بيطلعوا من الجرائم بتاعتهم كده يعني. فأنا عايز يعني يبقى في عقاب رادع للناس دي، وفي أسرع وقت، عشان نارنا تبرد. ومتشكرين لكم.